والاستفادة من هذا السفر وتعلم الرواية ثم كتابة هذه الرواية في الجبران في الجبران. السبب الرابع هو الاهتمام باللغة العربية، ذلك أن المسيحيين في لبنان والذين كانوا مشهورين في القرن التاسع عشر بترجمة الإنجيل للغة العربية بذلوا جهدا كبيرا في تطوير اللغة العربية وفي تطوير اللغة العربية. لهذا المعنى كان في لبنان انفتاح على الثقافة الأوروبية، تطوير اللغة العربية، تعلم في المدارس الأوروبية، عودة إلى التراث، لأنه أيضا كمسيحيين كانوا يحاولوا أن يبرهنوا مثل بطرس البستاني أنهم متمسكون كليا بالتراث. هذه الأسباب مجتمعة جعلت الرواية اللبنانية تبدأ في الظهور عمليا. أقول ما في سبب خامس دكتور؟ كيف تسأل بالأخير؟ أنا بس خطرني الاستعمار الفرنسي للموضوع. الرواية ليس لها علاقة بالاستعمار، طبعا الاستعمار الفرنسي في الجزائر حاول أن يفرض اللغة الفرنسية وأيضا شكل التعليم والتربية الفرنسية في لبنان كان نوع من المدارس التبشيرية. لم يكن الاستعمار الفرنسي قويا، كان قويا بمعنى اللغة والثقافة ولكن لم يكن يستخدم العنف كما حصل في الجزائر. لهذا ظهرت الرواية الأولى في لبنان عام 1860. ويك أنت لست بإفرنجي لصحفي وكاتب يدعى خليل خوري ويعتبرها البعض أنها أول رواية عربية، وكما نرى ويك أنت لست بإفرنجي، فأيضا الموضوع المطروح هو العلاقة بين الشرق والغرب أو بين العربي ومحاور تقليد الغرب إلى آخره، لأن هذه الرواية تقوم على هجاء الإنسان الذي يعتقد أنه إذا لبس مرنيطة أو قبعة وإذا لبس ملابس أوروبية أصبح أوروبيا، في حين أنه في البيت يدخن الأرجيلة ويضرب زوجته. ما هو مميز طبعا عندما نتحدث عن دور اللبنانيين في الرواية هو الساق على ساق لأحمد فارس الشديان التي ظهرت في عام 1850 وطبعت في فرنسا في باريس للمرة الأولى عام 1855. وهذه الرواية عمليا هي موسوعة غريبة الشكل، فهي رحلة في اللغة العربية القديمة والحديثة لأن الشديان كان مولع باللغة العربية، وهي أيضا رحلة في الأفكار تبين الاستبداد والتسامح، الذكاء والغباء، حب المرأة، كراهية المرأة، وهي أيضا رحلة في المكان. يعني شليار زار مالطا وزار مصر وعاش في باريس وعاش في بريطانيا وعاش في قبرص وعاش في لبنان، وبالتالي حاول في كتابه الساق على الساق أن يقدم رؤية عن المجتمعات التي تقيم في هذه الأمكنة، وطبعاً استفاد من المقامات. يعني هذا برحلة؟ أرجعنا الأخير. وعلى هذا فأن كثير من الباحثين يعتبرون الساق على الساق هي البداية الكبرى للأدب العربي الحديث. إذا كان شرب الداهر يعتبر رواية ويكا أنت لست بفرنجي 1860 هي بداية الرواية العربية، فإن الباحثين يعتبرون كتاب الشدياق هو بداية الفكر العربي الحديث، لأن هذا الكتاب الموسوعي كان يتضمن اللغة والسياسة وعلم الاجتماع وقضايا الدين، خاصة أن الشدياق كان له مشكلة مع رجال الدين المسيحيين الذين قتلوا شقيقه ظلما وعدوانا، الأمر الذي جعله يترك المسيحية ويتسب للإسلام إلى آخره. طبعا ذكرت أنا أنه أتيح لكثير من المثقفين أو الباحثين عن الثقافة المسيحيين أن يعيشوا في الغرب وأن يجدوا شروطا للعمل والتواصل واللقاء، وبالتالي يتعلموا كتابة الرواية. المثال الأبرز كما نعلم هو
جبران خليل جبران الذي تعلم الرسم وتعلم الشعر وتعلم اللغة الفرنسية وتعلم التصوف وبدأ في كتابة الرواية، فكتب الأجنحة المتكسرة في عام 1922 وكتب مجموعة من الأعمال الأخرى ودمعة وابتسامة وإيمان، وإن كان بقي الأجنحة المتكسرة هي العمل الأبرز في إطار الرواية اللبنانية والرواية العربية، وهي عملية مزيج من التصور الرومانسي للعالم ومزيج من التصور المسيحي الرومانسي للعالم الذي يقسم العالم إلى خير وجمال من ناحية وإلى شر وقبح من ناحية ثانية، على اعتبار أن كل إنسان خير وإنسان جميل الروح وجميل الأخلاق. هذه الرؤية الرومانسية طبعاً إضافة إلى مشكلة الموت والطبيعة والدموع وجوهر الإنسان وكل ما استفاد منه جبران في كتابة الأجنحة المتكسرة التي تستدر من القارئ الكثير من الدموع ووصف الطبيعة إلى آخره. اللبناني الآخر الذي تأثر بالغرب وكتب كتاب مهم جداً هو أمين الريحاني. أمين الريحاني كتب عمل يدعى كتاب خالد عام 1912، وهو كتاب واسع الصفحات مليء بالأفكار. الشيء الأساسي فيه يقوم على الفكرة التالية، إن في الغرب من المفاسد والشرور والآثام ما يجعله بحاجة إلى الفضيلة الشرقية حتى يصبح عالم أقل قذارة وأقل استبدادا. ومن ناحية ثانية الشرق كثير الجهل وكثير التخلف بما يجعله بحاجة إلى العلم والتكنولوجيا الغربية، وبالتالي فإن الوصول إلى مجتمع متسامي نموذجي يحتاج إلى تصالح ولقاء بين الشرق والغرب، يعترف فيه الغرب بالشرق كقوة أخلاقية ثقافية ويعترف فيه الشرق بالغرب كقوة أخلاقية ثقافية. طبعاً هذا نوع من الرؤية الرومانسية جداً، لأنه ليست القضية أن يعترف الغرب بالشرق لأنه الشرق لديه الأخلاق والفضيلة والإيمان، ولكن المشكلة هي ميزان قوة، الأقوى هو الذي يفرض المعايير والتي يريد. مع ذلك فأن كتاب خالد قريب جدا من الساق على الساق، فيه رواية عن لبناني يذهب من جبال لبنان إلى نيويورك ويتعلم الثقافة الأمريكية واللغة الأمريكية ثم يرجع إلى الشرق ثانية ليبث الأفكار الغربية. بهذا المعنى هو كتاب فكر وكتاب فلسفي وكتاب عن السياسة، وهو أيضا حكاية. بعد ذلك أو قفزا في جميع هذه الروايات كان موضوع التحرر الوطني، لكن التحرر الوطني المباشر جاء مع رواية الرعيف لتوفيق يوسف عواد في عام 1939، وهي رواية تردد أو تصف أو تهجو الفترة العثمانية في لبنان والمجاعة التي تعرض لها اللبنانيون وشراسة الجهاز العثماني سواء كان شرطة أو قضاء أو، وطبعا وضع في الرواية صبي يعد المستقبل واعتبر أن المستقبل هو للفكر المناهض للعثمانيين والاستبداد والتسلط، وتعتبر هي من أهم الروايات العربية بمعنى رواية الصبي الواعد. بفترة ما من القرن العشرين كان الروائيون العرب يؤمنون إيمانا كاملا بأن المستقبل القادم هو مستقبل مشرق ومستقبل سوف نعيش فيه كبقية الأمم، وكان يرمز إلى ذلك بشخصية الصبي. وبالتالي فإن رواية زينب للمصري محمد حسين هيكل كان بطل الرواية وشاب صبي عمليا، ورواية توفيق الحكيم عودة الروح كان بطل فيها أيضا
صبر، ورواية الرغيف البطل فيها صبر، وصولا إلى رواية غسان الكنفاني لاحقا. ما تبقى لكم أيضا البطل هو صبي. دائما الأدب العربي على الأقل 1970 كان يعتبر شخصية الصبي أو الطفل يعني نوع من البراءة المنتصرة التي سوف تهزم القوى السيئة. القفزة اللاحقة أو النقطة اللاحقة في الرواية اللبنانية بعد رواية الرغيف هي رواية سهيل إدريس الحي اللاتيني التي كتبها على ما أعتقد ب 1952 أو 1953، وهي رواية فيها شيء كثير من السيرة الذاتية، ذلك أن سهيل إدريس تعلم في باريس ودرس الأدب والحقوق وتخرج من هناك وتأثر بالفلسفة الوجودية وأصبح عراب الوجودية في الستينات، وحاول أيضا على طريقة الريحاني ولكن بشكل مختلف أن يدمج الفكر القومي العربي، لأنه كان قومي عربي، أن يدمج الفكر القومي العربي مع الوجودية انطلاقا من فكرة الحرية، أساس الوجودية الفرنسية فكرة الفرد والحرية، واعتبر إدريس أن أساس فكرة القومية العربية هو أيضا الفرد والحرية، وبذلك وصل إلى نتيجة طريفة كليا، وأن اشتقي القومية العربية من الوجودية ومصالح بين الوجودية والقومية العربية، وهو كلام ليس له أي معنى على أي حال. بعد ذلك لم طبعا كان عنده يوسف حبش الأشقر روائي كبير، لكن ظهور الرواية اللبنانية كظاهرة تلازم مع الحرب الأهلية اللبنانية. قبل الحرب الأهلية اللبنانية كان الرواية يكتبها أفراد، مع مجيء الحرب الأهلية اللبنانية أصبحت ظاهرة اجتماعية، أي يكتبها مجموعة من الكتاب والفنانين والروائيين. بالنسبة لي أهم الأصوات الجديدة التي ظهرت مع الحرب هو إلياس كوري الذي نشر في بداية السنوات الأولى من السبعينات عمل بعنوان الجبل الصغير، وهو عن منطقة الأشرفين حيث ولد إلياس كوري وتعلم وتربى. وما يرى في هذا العمل وتلك اللغة الأدبية الراقية جدا، وذلك الخيال الراقي، ومحاولة كتابة جديدة كليا فيها شيء من الشعر وشيء من الفلسفة. ولا زلت أعتقد لحد اليوم أن الجبل الصغير هو من أفضل أعمال إلياس كوري حتى اليوم. بعد ذلك قام بالتجريب، وهو من المجربين المهمين، كتب علاقات الدائرة في علاقات الدائرة، ثم كتب الوجوه البيضاء، وهذه الروايات تقع في إطار التجريب وليس في شكل ثابت، ثم كتب عمله الكبير بوابة الشمس، وهنا من السيرة الذاتية للقضية الفلسطينية، مع أنه هو يكتب على لسان مقام فلسطيني يحتضر، يذكر في خروجه من فلسطين وقتاله ونضاله ثم احترامه من الموت، لكن عمليا كان عم يكتب عن كل القضية الفلسطينية. وأعتقد أنها هي الرواية الأكبر التي عمليا أكملت ما كتبه غسان وما كتبه إيمين وما كتبه جبرة. ما يذكر لإلياس كوري ومثقف أخلاقي كبير وموهوب كبير في علاقته بالقضية الفلسطينية وما عملها بوابة الشمس التي حاول أن تكون ذاكرة الفلسطينيين منذ أن خرجوا من 1948 إلى نهاية الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975. العمل الآخر وهو من الأعمال الأدبية القليلة جدا في الأدب العربي، روايته الأخيرة تدعى اسمي آدم، هي أيضا عن القضية الفلسطينية بشكل أوسع والاحتلال
والتعذيب وطرد الفلسطينيين وتمزيق الشخصية الفلسطينية. أظن أنه من الروايات العربية القليلة التي نفذت إلى العقل الإسرائيلي الفاشل وإلى الشخصية الفلسطينية الرومانسية والمهمشة هي رواية الياسوري. لا أظن أن لا الفلسطينيين ولا العرب عبروا عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مثل ما عبر عنه الياسوري بعمله اسمي آدم. وإذا كان أي واحد منكم مهتم بالرواية فأنا أنصح بأن يقرأ هذه الرواية. إلى جانب الياسوري هناك طبعا ربيع جابر. جميع اللبنانيين الذين كتبوا الرواية بعد 1970 كانوا يبدأون بالحرب الأهلية إلى اليوم. كتب ربيع جابر وهو رواية موهوب جدا عمله الأول بعنوان سيد العقل وكتبه وكان عمره 17 سنة وحاز بالجائزة الأولى في مسابقة للروائيين الشباب. كتب رواية شاي أسود وبيت أخضر على الحرب الأهلية ثم رجع إلى التاريخ وكتب عن الحرب بين روسيا بيروت عاصمة العالم. أخرج مجلدين كبار بعنوان بيروت عاصمة العالم وكان يريد بها أن يؤرخ لبيروت الحديثة من القرن 17 إلى اليوم ولكنه لفترة لاحقا شعر أن العمل كبير جدا فعلى الأقل جمده لم يوقفه ولكن جمده. العمل الأبرز بهذه الفترة أعتقده حاليا بالكاد 40 سنة هو يوسف الإنجليزي. عمل غريب هو عبارة عن شخصية لبناني جبلي أكيد درزي تعرف على المدارس التبشيرية ثم حصل على منحة دراسية وذهب إلى الغرب وفي الغرب تعلم ودرس ونجح وتأمل جوهره الشرقي ثم فضل أن يضيع في هذا العالم. لم يبقى في المكان الذي وصل إليه ولم يرجع للمكان الذي كان فيه تعبيرا عن تمزق الشخصية الشرقية حين يصل إلى كم من المعرفة وهو تعبير دقيق لأن الشرقي عندما يتعلم ويفهم العالم عن طريق الغرب يصل إلى مأزق حقيقي هو لا يستطيع أن يتحمل الغرب الذي عملنا كاستعمار عنيف وهو أيضا لا يستطيع أن يتحمل تخلف الشرق الذي لم يستطع أن يقاوم الغرب وبالتالي الحل هو التمسك أو الانفجار أو عمله الآخر الذي أخذ عليه جائزة البوكر هو دروز بلغراد هو عمل تام على المأساة على المصادرة. إنسان درزي لا علاقة له بالمسيحية يقبض يلقى عليه القبض خطأ على اعتبار أنه مسلم ويقول أنا درزي لكن البوليس يقول أنه مسلم ثم يعتقل وينذهب إلى مناطق الاستعمار التركي في أوروبا الشرقية ويبقى 12 عاما ثم يرجع على قدمي لا لشيء إلا لأنه الجند التركي قال هذا أعتقد رأيته سابقا وهو مسلم واسمه كذا كذا. هو عمليا مش عن طبعا السالة نجد في الرواية كم من الحكايات مدهش ونجد في هذه الرواية اجتهاد هذا الروائي العجيب. ربيع جابر هو روائي عجيب تحدث عن الجغرافيا التي كان فيها المعسكر في بلغاريا ودلل على معرفة الجغرافيا دقيقة جدا وتحدث عن التاريخ التركي كما لو كان مؤرخا ورصد سيرة هذا الإنسان وقوة المصادفة كما لو كان
فيلسوفا. هذه رواية جميلة جدا كتبت بنوع من البساطة وهي أقرب إلى الشعر. مفترض أن نتكلم عن هدى ملكة من الأسماء الكبيرة وليار سكوري وربيع جابر وهدى ملكة. كتبت هدى بركات 4 روايات أو 5. الإنسان الذي يريد أن يعالج إبداعها سوف يصل إلى نقطة ارتباك. ذلك أن عملها الأول وهو حجر الضحك، وعملها الثاني أهل الهوى، هو من أجمل ما كتب في اللغة العربية في النصف الثاني من القرن العشرين. هنا أجمل ما كتب عن الحرب إلى اليوم، أعمق وأكثر ما كتب عن الحرب الأهلية في لبنان، أهل الهوى وحجر الضحك. كيف تعيد الحرب سياقة الإنسان فينتقل من طور إنساني إلى طور التوحش إلى طور القتل، وعندما يريد أن يحب المواطن الآخر، مفترض أن اللبناني لا يقسم إلى مسيحي ومسلم، هذا معيب، وإنما هو مواطنون لبنانيون. إنما يريد المحارب أن يحب وأن يعشق، يتهمه المجتمع بالجنون. إن الإنسان كما لو أن الإنسان لا يكون سويا في المجتمع الطائفي المتحارب إلا إذا كان يقوم على إذا كان يحتوي في داخله على كم عالي من الكراهية والحقد والضغينة والاستعداد للقتل. أما عندما يريد أن يحب الآخر وأن يتسامح معه وأن يعشق وأن يفهم، عندما يعتبر المجتمع أنه إنسان مجنون. أهل الهوى معنا رواية صغيرة أظن، مش فقط أظن، أعتقد جازماً أنها أجمل رواية عربية كتبتها امرأة. لم تقم أنثى عربية تكتب الرواية بكتابة عمل يصل إلى مستوى أهل الهوى الذي كتبته هدى بركات. على إشكالية الحب والكراهية، الموت والحياة، ومنظور فلسفي للعالم على أساس أنه القيم الجميلة لا مكان لها في المجتمعات التي تقسم إما إلى مستشفيات أو سجون أو تقاتل. العمل الآخر هو حجر الضحك. حجر الضحك هو من الظواهر الموجودة في الحرب الأهلية اللبنانية وغير اللبنانية، وهي بالتأكيد موجودة الآن. كيف يتحول الإنسان الصغير الفارغ التافه إذا أعطي بندقية وسلطة إلى إنسان يعتقد حاله أنه في منتهى الطول ومنتهى الضخامة وهو مفكر وهو إلى آخره؟ أي أن في المجتمعات المتخلفة عندما يأتي إنسان متخلف ويحمل بندقية يعتقد أن البندقية هي مركز العالم وأنه هو مركز العالم لأنه يحمل بندقية، وأن العقل الصحيح هو العقل القاتل، وأن العقل الذي لا يحمل بندقية يجب أن يقتل. وعملية نرى هذا اليوم في كثير من البلدان العربية، كيف تحول التنظيمات السياسية الفاشلة التي تستولد مقاتلين أو تستأجر مقاتلين، كيف تحول هؤلاء المقاتلين إلى وحوش من ناحية، وكيف تقوم بمحاربة القيم. الو نعم ايوه انا عندي محاضرة، اسف، احكي معي بعدين لو سمحت.
بيحكي معك هيك مرتاح فيصل وفيصل، لا انا شو بده ولا عارف وين انا، هذا مثل المقاتل مع بندقية. طيب هي بندقية أقول لها هدى بركات قدمت عملين متميزين، وأنصح أنا شخصيا بقراءة هذين العملين، حجر الضحك وفيه كثير من السخرية السوداء، أن يصبح أن يعتقد الإنسان أنه عريض المنكبين لأنه يحمل مسدس، أو أن يغير ملابسه لأنه تغيرت الحقوق الحزبية، أو أن يغير نمط الكلام لأنه أيضا امتلك كم جديد من الرصاص. عجل الضحك هي يعني عن إنسان أقرب إلى التخنث، إنسان هو خنفة لا هو بالذكر ولا هو بالأنثى، ولكنه خنفة. الطريق أن هذا الإنسان الخنفة عندما يدخل إلى التنظيمات المسلحة ويصبح مقاتل يبقى في داخله خنفة، ولكن حتى يغطي على جوهره يجب أن يقوم بالحد الأعلى من العنف والتدمير والتقتيل والسرقة وإلى آخره. الرواية الأولى كما الرواية الثانية تعبير عن هشاشة القيم في المجتمع اللبناني، مجتمع هش القيم لا علاقة له بالحداثة وإن كان يدعي الحداثة، وإنما جاءت الحرب الأهلية كنوع من اختبار، الحرب هي اختبار المجتمعات التي لديها عقلانية حقيقية وقيم حضارية حقيقية تواجه الحرب وتخرج منها سليمة، أما المجتمعات التي العالية بالهشاشة فإنها غالبا تدمر نفسها وتستمر في التقاتل لأنه لا يوجد كثافة تاريخية لا علاقة بالديمقراطية والعقلانية والاعتراف المتبادل، ولهذا فإن الحرب اللبنانية لا تزال مستمرة حتى اليوم، بدأت في 75 ولكنها عمليا لا تزال مستمرة إلى اليوم. الرواية الثالثة لهدى بركان كانت الموضوع هو عن الرجولة، لا أريد أن أتكلم من وراء لأنه من عن الرجولة والتقاتل. رأت في المنظور المتخلف أن تكون رجلا أي أن تكون قاتلا، علما أنه في المنظور الإنسان العميق أن تكون رجلا أن تكون إنسانا، لا أريد أن تكون رجلا، نقول أنه الإنسان وليس الرجل. أكثر من ذلك بالنسبة لهدى بركات أن الإنسان لا يصبح قريب، الذكر لا يتمدن ولا يصبح لطيف الطباع ولا يصبح قادر على فهم الجمال في العالم إلا إذا كان فيه جزء أنثوي، الجزء الأنثوي في الرجل يجعله أكثر توازنا وجمالا. وبالتالي ما يدعى الحرب الأهلية اللبنانية كما الحرب القائمة اليوم هي امتدادات المجتمع الذكوري، المجتمع الذكر الأول القائم على المراتب، الأقوى يقتل الأصغر والذكر يقتل الأنثى والشاب يقتل الطفل ورجل الدين يقتل الآخر. وبالتالي المجتمع ما أراد أن تقوله هدى بركات أن المجتمع اللبناني كان له حداثة زائفة، حداثة تقوم على استهلاء لكن لا تقوم على تعلم قيم حقيقية، والذي كان يذهب إلى الأشرفية أو منطقة الكتائب وينظر إلى من الخارج يعتقد أنه في الريفيرا أحدث أنواع البيوت وأحدث أنواع الملابس والسيارات ويتكلم كل النهار باللغة الفرنسية، لكن عندما جاءت الحرب
تكشفوا عن كم من الوحشية اللامتناهية لا علاقة لها، لا جان بول سارتر اللي بيحكوا عنه، ولا سيمون دي بوفار، ولا لأي شيء آخر. ما أردت أن أقول أن الرواية بشكل عام لا تنشأ في علاقتها بالمدينة، وبيروت كانت مدينة، والرواية لا تنشأ إلا في علاقتها بالثقافة والحوار، وكان في بيروت نوع من الثقافة والحوار، والرواية لا تنشأ إلا في وسط متعدد المستويات، المتعلمين وغير المتعلمين، الفلاحين، العمال، وهذا كان موجود في مصر، ولأن لبنان باعتبارها التاريخية مختلفة أتيح له أن يتعلم أكثر من السوريين وأكثر من الأردنيين والفلسطينيين، فأنه كان سباقاً في كتابة الرواية، علماً أن هذا السبق له علاقة بكم اللبنانيين الذين عاشوا ودرسوا في الخارج واستمروا في العيش. حالياً هدى بركات تعيش في باريس، وليسوي أقام فترة طويلة سنة في نيويورك، وجبران كل حياته ما بين أمريكا، وبالتالي هذا الانفتاح على العالم هو الذي جعل لبنان. وأمين معلوف بدأ يكتب في لبنان باللغة العربية، ثم انتقل إلى فرنسا ويكتب بالفرنسية فقط. عنده كاتب ممتاز جبور الدوي، هذا يكتب باللغة العربية وهو روائي ممتاز، وأيضا على الحرب أبطار ميسان الروائي، كاتب ممتاز. طبعا علوية صبح عمل الممتاز دنيا أيضا على الحرب الأهلية في لبنان، وكله يقوم على غالبا على فكرة أساسية أنه كيف يكون الإنسان في الحياة اليومية مسالما ولطيفا ومقبولا، فإذا دخل إلى الفعل المقاتل تحول إلى وحش. ورواية الدنيا لعلوية صبح هي من الروايات الممتازة. المستبد العاجز، هذه مجتمعات عاجزة، ولأنها عاجزة كليا فهي مستبدة كليا، وبالتالي فنحن نعيش في عالمنا العربي على ثنائية العجز من ناحية والاستبداد من ناحية، كلما كان الحاكم أكثر عجزا كان أكثر استبدادا. وشكرا لكم. إن كانت المادة طويلة جدا، ولكن أعثرت أن أتكلم بشكل شفهي أريح لي وأريح لي. وصلت تماماً والله، يعني ندوة رائعة، استمتع أني حضرت وأشكرك جداً. شكراً لك. أولاً ممكن أسألك مفتوح سؤال. تفضل. أول إشي يريد حضرتك أعمل قائمة بهالأسماء، لأنك كل ما حضرتك ذكرت يريد تمسك ورقة وقلم وكتبت في عندك قائمة بهالأسماء. طبعاً كل مرة موجود. الورقة أنا حجزتها قبل ما يبلش. عندكم فوتو كوبي ماشين؟ في عند أحمد. أكيد. الزعتري. قولي له نسخة، بيعطيك نسخة. السؤال الثاني اللي حابب أسأل حضرتك إياه، أنا الحقيقة مش يعني ما إليش في الأدب، وما كتير يعني هلا من جديد صايرة كتير أحب أحضر محاضرات عن الأدب وعن أسمع من هذا الكلام، وبالتالي ممكن أسئلتي تطلع ساذجة، فسامحني يعني إذا كانت، ولكن من حق الإنسان أن يتعلم ويستفيد من خبرات الناس زيكم طبيعي، عشان هيك أنا هون. الأول مقدمة حضرتك ذكرتها، أنا حابة أتأكد إذا فهمت صح. أنت قلت إنه الرواية طلعت من لبنان لأنه لبنان كانت مفتوحة على الغرب، ولو كأننا ما عندناش أدب. فهل أنا فهمت؟ لا، أنت فهمتني غلط. عشان هيك قلت الرواية اللبنانية كان سباقة أكثر من الروايات العربية الأخرى. لا يوجد بلد في العالم العربي يمكن أن يحتكر
ظهور الرواية. طبعاً ينبغي أن يقال أن المدن الكبرى تسبق غيرها في إنتاج الرواية. الرواية لها علاقة بالمدينة والثقافة. لذلك كان في رواية لي يمكن أن أقول نفس الشيء أنا سأضحك عن القاهرة. الرواية العربية ظهرت في بلدين القاهرة وبيروت. لكن أن تكون ظهرت في بيروت فقط كلام ليس له معنى. وقد ظهرت في بيروت والقاهرة ولاحقاً الجزائر بسبب الثقافة والحوار مع الآخر والديمقراطية. لحد الآن لا يوجد رواية في السودان مثلاً. ولا أظن أن الرواية العراقية في وضع ممتاز. وأيضاً كثير من دول الخليج لا يوجد فيها رواية. الرواية لها علاقة بمستوى تطور الديمقراطية والحرية والعقلانية وظهور الفرد. بطل الرواية دائماً الفرد. يعني عندما نتكلم عن الثلاثين نجيب محفوظ أو غيره البطل هو فرد. عندما نقول بطل هو فرد لا نعني بذلك أنه واحد، ولكن نعني بذلك أنه إنسان كفرد عنده القدرة على التفكير والمحاكمة والرفض والقبول وتقديم الاقتراحات. الرواية لها علاقة بالتطور الشخصي. بس هو نتاج المجتمع الموجود. طبعا خارج المجتمع لا خارج المجتمع لا يوجد رواية. عندنا كان في الحكايات بعضنا استفاد من ألف ليلة وليلة وأدرجها في الرواية، بعضنا استفاد من ابن المقفع وأدرجه في الرواية. لكن لا يمكن أن نقول الرواية العربية ظهرت فقط في لبنان. لا أنا مش قصدي كان سباق لبنان باعتبار أنك ربطت فن تعرضهم والله. طبعا الرواية فن غربي، العرب عرفوا الحكاية. طيب الحكاية هي الحكاية غير الرواية. لا 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 الحكاية غير الرواية. كل عمل يقوم على التمييز ما بين الحكاية والرواية. اللي هي الستوري تيلر هذا شيء موجود في صحيح. موجود كلام الفولكلور. لا الرواية في منظور التاريخ والفلسفة واللغة. لا هذا بده حوار منفصل، فرق بين الحكاية والرواية. أي سؤال آخر؟ تفضل. احنا ما نجمل بحدث. لا شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك. العفو الله. شكرا لك. بدي لك سؤال أستاذ صفوان. أنا كنت بدي أضيف سبب خامس، قلت الاستعمار لكن حضرتك رديت علي إنه التبشير والحركة التبشيرية والتعاون مع هذا. التبشير أستاذ صفوان غير الاستعمار. دائما حاول الاستعمار أن يلعب دوره انطلاقا من المدارس التبشيرية، وعندها لحد الآن كتب. هو يقدم لك درس في التاريخ باللغة الفرنسية ولكن مليء بأفكار تخدم الغرب. لكن انطلاقا من الوعي الوطني إذا كان هناك والفعل الوطني فإن القارب بإمكانه أن يميز ويتعلم اللغة الفرنسية والإنجليزية دون أن يكون مضطر لأن يصبح عميل من فرنسا أو من إيطاليا. العراقيين من أربعينات القرن الماضي وخمسينات القرن كلهم يتكلمون اللغة الإنجليزية، كل العراقيين، وكان عملية 90% من المثقفين العراقيين يسار وليستفيدوا من اللغة الإنجليزية ويختاروا الفكر الذي يريدون. طه حسين كان بيعرف فرنسي عظيم وكان كاره جدا للاستعمار وكان يقول ينبغي أن نستفيد من المعارف التي يقدمه الاستعمار من أجل أن نتحرر. وكان يقول إن جملة فيها شيء من النبوة، إن مجتمعا عربيا مستقلا لا يأخذ بنهج التحديث والديمقراطية فإن المجتمع المستعمر أفضل منه. يعني ما نضيف الاستعمار كسبب خامس. استعمار عندما تقاوم الاستعمار تولد شخصية. في استعمار قبول وفي استعمار ومقاومة. عندما تقبل الاستعمار أولا ما بصفي لك هوية،
ولم تتطور، وبالعكس يقوم الاستعمار بقمعك اكثر. من حالتين سواء قاومت او قبلت فيه يكون برايي بتضيفك سبب خامس. لا لا لا، نحن الفترات التي اقتربنا فيها من الوعي الانساني هو عندما كنا نقاوم الاستعمار. مع رحيل الاستعمار ومجيء ما يدعى الدولة الوطنية المستقلة، ذهبنا من سيء إلى أسوأ إلى أسوأ إلى أسوأ. لا. لم يتكون حركة شعبية عربية ديمقراطية إلا خلال مقاومة الاستعمار في الأربعينات والخمسينات والثلاثينات. الأمور أعقد من هيك يا أستاذ، لها علاقة بالثقافة. مجتمع ما فيه ثقافة لا ينتج هواية. بده كمان نقاش آخر. كمان الغرب كثير معرفش إذا هم المستشرقون أو غيرهم من السكولرز، معرفش إذا كثير اهتموا بالأدب العربي ودرسوا كثير أدب الأندلس. يعني نحكي العكس، يعني نحكي قاعدين على تأثر الأدباء هون بالغرب، وكمان بالغرب تأثر كثير كبير بالأدب العربي. بالأندلس. يعني شعر الغزل استفاد منه، طلعوا كتب يعني فوليومز. وبعدين المستشرقين درسوا اللغة العربية والمخطوطات العربية، واعتقد انه لعبوا دورا ايجابيا كليا. ايجابي؟ طبعا، في نبش التراث وتنسيقه وحفظه. وافضل كتاب كتب عن الدولة الأموية هو صعود الدولة العربية، ولا كورتسيها الماني وبروكليمان قام بتصنيف كل الادب العربي. يعني فكره التنميط انه كل ما هو غربي سيء لا مش صحيح. يعني بتخالف ادوار سعيد؟ لا لا، ادوار سعيد هو تكون في الغرب، لو لم يقرا في الغرب ما طلب هي الثقافه الكبيره. لا هو بعرفش اذا ادوار سعيد قال هيك، بس هي قصه المستشرقون يعني اورينتاليزم، اللي هي فكرة إنه هم مرات الترجمات اللي عملوها شوي حوروا لازم يحوروا. يعني هذا ليش ما يحوروا؟ لازم يحوروا. وبالتالي التحوير هذا أو التحرير هذا لا، من حقه يحور، ما هو أقوى منك. إذا أنت قوي يرد عليه. برناردوس كان هذا المؤرخ الصهيوني الكبير، كان بدافع عن إسرائيل وأمريكا، وكان إدوار سعيد، لأن إدوار سعيد كان برد عليه. راح إدوار سعيد مش حدا يرد عليه. الحياة مقاومة، إذا الطرف اللي عم يقاوم حجمه كتير صغير مثل وضع العالم العربي اليوم، فالطرف المهيمن بضل مهيمن. ليش ما يهيمن؟ ليش ما يعني بدنا نتقدم بالثقافة العظيمة اللي بتيجي من السعودية، ولا كم الروايات الهائل اللي بيجي من السودان، ولا علم اللغة اللي جاء من اليمن؟ ما هذا شيء كان قبل. فرجعنا لمشكلة دورة الاستقلال الوطني. قبل كان عندنا استعمار، ثم جاء شيء أسوأ منه. كان عندنا استعمار فرنسي وألماني وبريطاني، ثم جاء شيء أسوأ منه. هو ما يسمى العروبة وغير العروبة، دغري مركز استشراق غرب إمبريالي. كان سابقا في حرية انك تقاوم الإمبريالية، بعدين اجاك أنظمة بيقتلوك يوميا وممنوع تحكي. دكتور، قريت انه الاستشراق يعني الاستعمار هو الأكثر موضوعية وأمانة من أي استشراق آخر. مزبوط، بالألمان متقدمين جدا. لأنه في كان انشياب، وفي كان يعني نظرات فردية، وفي أهداف. فكتير قريب تقرير كبير الألمان جادي، في كان بعض الهنغار، بعض الفرنسيين ممتازين، غالبا أسوأ شيء من الأمريكان. أدوارد سعيد أظن أمريكان. سؤال أخير. اللي تفضلت فيه الأستاذة، هل كان حسب رأيي كان لثقافتنا في الأندلس دور في ظهور التروبادور؟ طبعا صح.
وظهور الحكاية حتى، وكان لكن ثقافتنا في الأندلس كانت نوع من الحلم جد بشكل سريع وقوية بشكل سريع ثم نهار. وحتى الأوزان الشعرية لعب الشعراء العرب في الأندلس دورا كبير في التقطيع الشعري الحديث الفرنسي والإيطالي وشعر الغزل طبعا. هم أهل كامبريدج أكثر بيحكوا هذا الكلام يعني. لا، في الباحث الفلسطيني العظيم شو كان اسمه الخالدي اللي عمل الكتاب وليد لا مش وليد تاريخ الأدب بين فيكتور هيوغو والعرب عام 1905 نعم متأثر كتب عن تأثر الغرب بالأدب الأندلسي أشكرك وشكرا لكم.